كمل. اليوم اليوم مهم، كان انعقاد الدورة العادية لشهر مي جامعة أركمان. هي دورة عادية ودورة لاستعداد بامتياز استعداد جامعة أركمان. لماذا؟ استعداد أولا للموسم الصيفي، ثانيا استعداد لاستقبال الجالية المغربية بالخارج. أولا أحيي بعد أحيي موقع أورو مغرب على هذا الإطلالة، وهذا هو بمثابة نبراس يعني سيضيء السماء طبعا أركمان، وبالتالي يعني يوصل فكرة أو يعني أهم الاستعدادات التي تقوم بها جامعة أركمان إلى المغاربة ككل وإلى مغاربة العالم على الخصوص. قلت يوم دورة الاستعداد، علاش؟ لأن كانت ثلاثة نقاط في جدول الأعمال. أهم النقاط هي تنظيم موسم الاصطياف، تنظيم واستعداد لموسم الاصطياف. طبعا حالة خاصة بالنسبة لقرية أركمان أو جامعة أركمان على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني. لماذا؟ أولا لأن شاطئ أركمان حاز على الشارع الدولي اللي هو الأزرق، هذه الشارع الذي يمنحه المنظمة الدولي بتنسيق مع مجموعة من الفرقاء الوطنيين خصوصا مؤسسة محمد السبيئة. هذه الشارع التي أحرز عليه شاطئ أركمان منذ 2013-14، بمعنى الآن حوالي 13 سنة أو 14 سنة. والمهم في هذه الشارع الدولية اللي هو الأزرق هي الاحتفال عليه. كيفية الاحتفال على هذه الشارع؟ لأن من السهل أن باش نحرزوا على هذه الشارع إلا توفرت الشروط ونجيو المعايير باش نجيو نتحدوا عليها، ولكن من الصعب الاحتفال عليها لأن كاين شواطئ على الصعيد الوطني اللي نالوا هذا الشارع وتحيدات لهم. كانت في السعيدية تحيدات وطات، كانت في طنجة، أكادير، مجموعة من الشواطئ الكبرى في المغرب اللي كاين واحد العمل، واحد خطة عمل يجب الاتباع ديالها، هو استجابة لمجموعة من المعايير الوطنية والدولية. هنا غادي نجيو لهذا لأن درجناها في جدول الأعمال من أجل إيجاد كما رأيتم الدورة. كانت هناك توصيات للجنة ودراسة هذه التوصيات من طرف المجلس. من أهم النقاط اللي كمعايير للاستجابة اللي هي التنظيم، تنظيم الشاطئ. ملي كنقولوا التنظيم بمختلف تشعباته، تنظيم على مستوى الأمن والسلامة اللي حنا شاطئ أركمان كيتوفر على شرطة إدارية وكتنسق مع السلطة المحلية ومع الدرك ومع السلطات القوات المساعدة. السلامة كذلك على مستوى عناصر الوقاية المدنية، نحيي من المنبر الوقاية المدنية اللي كيعطيونا عناصر جد مهمة حوالي 43 أو 45 عنصر اللي كنوزعوهم على الشاطئ، ولكن حنا كنوعدو لهم اليد وكان الدعم اللازم لهذه العناصر من اللوجيستيك ومن الأبراج المراقبة ومن التنظيم ومن المظلات وغير ذلك اللي هو اللوجيستيك اللي كيوفروا يعني الشركاء. إذا هذا جانب. الجانب الآخر على أن جامعة أركمان عندها اتفاقية شراكة مع خمسة شركاء اللي موقعين اتفاقية. أهم شريك هو مؤسسة محمد السادسي بيئة، ثم مديرية الجامعة المحلية السيد العامل، ثم مؤسسة الأملاك يعني الشعبية والجامعة. طبعا هذه الشراكة كتنص على يعني خطوات، كتنص على مجموعة من الشروط. أهم هذا الشرط هو توفير ما يسمى بالـ PGP، ما يسمى بالـ Plan d'utilisation de la gestion des plages. سوف يدير مخطط أو تصميم خاص لتنظيم الشاطئ. لأي رائد للشاطئ ملي كيدخل في مدخل الشاطئ كيلقى واحد التصميم، واحد لافيشاج، واحد لا أنه يعرف فين كاين لي بلوك سانيتير، فين كاين كذا، فين كاين كذا، فين كاين كذا، بمعنى واحد خطة عمل داخل الشاطئ كتختزل في هذا لو بلون ديتيزاسيون دو جيستيون دي بلاج. إلى جانب ذلك كذلك من الشروط النظافة. النظافة الجامعة كتدير واحد المجهود كبير لوضع الإشارة الشريك الأساسي هو مؤسسة البنك الشعبي اللي كيخلق لها حد 20 فرصة عمل يومية في الشاطئ للنظافة بشركة خاصة.
الى جانب ذلك طبعا نحيي كذلك الانعاش الوطني من طرف السلطات المحليه، وكنحيي كذلك الاوراش التي شراكه مع المجلس يعني الاقليمي، كلهم كنكبوا على الشاطئ. ملي كنهضروا على النظافه كذلك كنهضروا على جمع الازبال، كنهضروا على لي بوبال سيليكتيف، يعني الفرز النفايات ذات جوده دوليه اللي خص تكون لهذا النادي. كنوجه النداء للرائد الرواد لهذا الشاطئ الجميل انه يحترموا هذيك المعايير اللي وضعنا، لان وضعنا لي بوبال ما يسمى بحاويات النظافه، حاويات الازبال اللي فيهم اربعه ديال بحال اوروبا اللي الجاليه عارفين هذا الشيء، الوراق وحدهم، بلاستيك وحدهم وكذا، يعني بالنسبه لي بوبال سيليكتيف. الى جانب النظافه على يعني لدينا طبعا حملات مستمره في هذا الجانب ديال النظافه، اذا كنسهروا يوميا. الى جانب هذا النظافه كاين الانفراستركتور، يعني البنيه التجهيزيه، البنيه التجهيزيه الشاطئ كتوفر حاليا على ثلاثه لي بلوك سانيتير. لي بلوك سانيتير يعني فيهم الرشاشات لي دوش وفيهم لي تواليت، وفيهم داخل هذيك التواليت لي دوش فيهم حتى ديال لي زون دي كابي، يعني ذوي احتياجات خاصه، يعني خص يجي يلقى حتى هو. كذلك ملي كنهضروا على ذوي الاحتياجات الخاصه عندنا اولوجيات اللي غادي يجي اي واحد يعني بذوي الاحتياجات يقدر يوصل حتى التلمه، يوصل حتى الماء، لان عندنا هذيك لي باساج، عندنا هذيك الزاكسي، عندنا كذا بجميع الشروط كذلك، يعني اللي هو يعني الازرق. كذلك من الشروط الاخرى ديال اللي هو الازرق التنشيط، التنشيط بابعاده، لان شعار المؤسسه المحليه للبيئه هو شعار ادماج البعد البيئي، ادماج البعد البيئي في تدبير الشاطئ. ملي كنقولوا البعد البيئي يعني خصنا المظلات اللي كاين في الشاطئ خص يكونوا ما يكونوش بلاستيك. حنا اجتهدنا مع خلقنا تعاونيات خاصه ودرنا الدوم، يعني المظلات ديال الدوم، واجتهدنا حتى الكراسي وحتى الطاولات ديال الدوم، وحنا كنجتهدوا مازال على ربما نوسعوا هذه الاليه ديال الدوم، ويبين لي الشاطئ كامل بالدوم، ما يبقاش هذيك البلاستيك الكراسي البلاستيك وكذا وهي كذا. اذا التنظيم ديال المظلات، كذلك تنظيم الاكشاك او ما يسمى بالمطاعم، لان حاليا عندنا كما شفتوا في الدوره كانت المناقشه حول مطاعم عصريه بدل هذيك الاكشاك، يعني ربما يكون مؤقت مع شوي، وانما بغينا مطاعم عصريه ذات جوده عاليه اللي غيكونوا على طول السنه، ونعطيو لهم استغلال لمده طويله كما هو الشان بالنسبه للسعيديه وقبو راس البار وغير ذلك من الشواطئ اللي بالتالي انا الاول ان هذا الشاطئ يكون ما يكونش غير صيفي، يكون يعني فيه ديناميه اقتصاديه بالخصوص اجتماعيه على طول السنه من خلال يعني احداث هذه المطاعم يعني العصريه. الى جانب هذه المطاعم العصريه الدوره ناقشوا كذلك جيتسكي. الجيتسكي صراحه هي رياضه مائيه جد مهمه. رياضه كتطلب طبعا تطلب التعاون والشراكه، لان من حق اي مواطن عنده جيتسكي يدير الرياضه ديالو يلعب بكل حريه، والا لان الترفيه داخله في مجال الترفيه والتنشيط وغير ذلك. لكن هذه الرياضه لاحظنا من خلال السنوات الماضيه ان كاين واحد العشوائيه، اولا الشباب ما كيحترموش هذيك اللي بوي هذيك الحواجز اللي كتضع من طرف وزاره التجهيز، لانه هو شريك معنا كيوضع هذيك اللو كاين لونتري ملي كيدخلوا، حنا نجي دابا صادق على لونتري ملي غيدخلوا ملي غيخرجوا، وفي نفس الوقت غادي تكون قرار تنظيمي ديال المجلس غادي صادق عليه غادي نصيفطوا للتاشيره السيد العامل، وبالتالي غادي يكون تنسيق ما بين الدرك الملكي والدرك البحري والسلطه المحليه والقوات المساعده والشرطه الاداريه للجامعه والوقايه المدنيه والجامعه يكون لتنظيم هذه الرياضه. كان النادي كنناشد رواد هذه الرياضه اللي كيمارسوا هذا النشاط جد مهم، انه يحترم هذه الشروط. اللي عنده رياضه عاد كاين اللي بوي كاين الحواجز يدير الرياضه ديالو ما بعد البوي ما يدخلش، ما كتشكل خطوره كبيره وكبيره على المصطفين وعلى الشباب وعلى الفتيات وعلى وقعت حوادث باب الشاطئ، وقعت حوادث، وبالتالي غادي نشوفوا يكون واحد الردع، يكون واحد التنظيم، اللي بغى يدخل يدير الرياضه حتى الورق ديالو، المهم يخلص ربما نشوف شي اثمنه رمزيه كذا يخلصوها كذا ولا شي، المهم نشوفوا اليه ديال التنظيم مع التجهيز مع السلطه مع باش ننجحوا هذه الرياضه ديال يعني جيتسكي.
الى جانب هذا الجانب عندنا التنشيط. التنشيط تعلموا تعرفوا على ان صراحه افتخر بعناصر اللي عندنا في شاطئ اركبال يقومون بتنشيط الشاطئ. جمعيه الهدره طبعا كتوفر على عناصر حاصله الماستر في البيئه بالخصوص في تيزو، لان الشعار ديال المؤسسه المحتزمه هو ادماج المعلمين، وبالتالي كنوضعوا واحد خطه عمل سنويه مع هذه الجمعيه ومع السلطه المحليه ومع الفرقاء والشركاء، اللي الشركاء من هذه المره كنشكرهم جميعا، هما الشيء والرياضه، هما وزاره الثقافه، الغرفه الصناعيه التقليديه، هي السياحه، وزاره السياحه، هي والبيئه اللي كانت وزاره البيئه اللي كتوفر لنا جوده المياه من بين الشروط والمعايير الدوليه، جوده المياه ديما شاطئ اركبال من جوده ا، وغير ذلك من الشركاء الاخرين لا نسيتش الشريك جد مهمين خصوصا وزاره التجهيز، وكذلك يعني السلطات المحليه بمختلف المستويات، السيد العامل، السيد رئيس الدائره، وخصوصا السيد القائل، لان عندنا واحد تدبير يومي محكم مع السلطه المحليه، خصوصا السيد القائد، مع بحكم انا كمدير مصالح ولكن مدير الشاطئ كذلك، وعين كمدير الشاطئ عندي تنسيق محكم مع السلطه المحليه لتنفيذ خطه العمل اللي كنوضعها سنويا. اذا التنشيط عندنا مجموعه من المشاريع ديال التنشيط البيئيه، عندنا ريسيكلاج، يعني ريسيكلاج يعني فرز النفايات، عندنا تدوير النفايات، عندنا حوالي 13 ولا 14 مشروع بيئي، كلهم مشاريع بيئيه، الى جانب التنشيط الرياضي. التنشيط الرياضي اللي عندنا هذا العام غنديروا يعني واحد الدوري خاص، وربما نشاركوا حتى في هذيك الدوري العصبه الشرق. الرياضه تعرف ان الرياضه عندنا رياضه الكره اللي هذا العام كنهنئهم الكرة القدم اللي تأهلوا للعصبة أو للدرجة الأكبر من الدرجة اللي كيمارسوا فيها الآن على مستوى العصبة، كذلك أهدي رياضة الركبي اللي هي كتلعب بريمير ديفيزيون على الصعيد الوطني بالنسبة لأكمال، وكذلك أهديهم على يعني التأهل سواء الركبي سات ولا الركبي كانز على الصعيد الوطني. اذا عندنا رصيد، عندنا فرق رياضيه اللي غتنشط لنا في لابلاج. حنا وضعنا واحد خطه عمل على جانب الرياضات الاخرى، العاب القوى، وغادي نكمل الرياضات اللي عندنا في اركبال. اذا عندنا واحد البرنامج للتنشيط محكم، فيها الرياضه، فيها الثقافه. الثقافه هنا كنشد البربر او كنشد وزاره الثقافه اللي طلبنا منهم باش يوضعوا يعني مسرحيات وطنيه للاطفال والكبار في الشاطئ هذا العام، كل واحد جوج مسرحيات كبار وجوج عندنا فضاءات مهمه، تعرفوا على ان واحد الفضاء هائل، وعندنا منصه خاصه للتنشيط والاذاعه ديال الشاطئ. اذاعه الشاطئ لان جمعيه الاداره مع المجلس كنوضعوا واحد يوميا واحد خطه عمل محكمه في التنشيط، فيها الاغاني، فيها النداءات، فيها عروض. الجانب العروض برمجنا غادي تكون واحد ندوات وايام لقاءات وايام دراسيه في الشاطئ على البيئه وعلى على على تحسيس المواطن والرائد وعلى خصوص المغرب العالم، تحسيس باهميه يعني احترام مجموعه الشروط البيئيه وغير ذلك، وخصوصا ربط ذلك بالتغيرات المناخيه وغير ذلك. اذا عندنا كذلك خرجات ميدانيه، غادي نضربوا على مجموعه من الخرجات الميدانيه بالتنسيق مع السلطه ومع الشركاء. عندنا كذلك معرض ان شاء الله غادي نشوفوا مع الصناعه التقليديه، غادي ندير واحد المعرض للمنتوجات المجاليه، يكون معرض وطني طبعا من الشروط هذه جعل المعرض هو المبيت، لكن شدنا غادي نشوفوا مع وزاره التنميه الوطنيه ومع السلطات المحليه ومع الشيء والرياضه، هذا يوفروا لنا المبيت لهذ العارضين طبعا. الى جانب كل هذا وذاك طبعا لابلاج الشاطئ يعني بتنقيه الرمال ديالو وبالنظافه وبالتنشيط وبالجوده المطاعم وبجوده كان 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 اولا نستقبل الجاليه ديالنا بفرح، كنتمنى لهم واحد المقام في هذا الشاطئ، ولقاو صراحه لقاو الراحه ديالهم، لقاو واحد فينا جاي من اوروبا عام كامل وخدام، راه جاي باش الترفيه ويجي وليداته باش يتمتعوا، ونتمنى انه يتمتعوا بهذا الشاطئ بهذه الشروط بهذه البرامج اللي غادي نوضعها. ولكن في نفس الوقت كنشد اي رائد لهذا الشاطئ يحترم الشروط، شروط النظافه، لان لا يعقل انه
عندنا لي بوبيل على طول الشاطئ، وكنلقاو السيد مثلا وليداتو كذا وكذا كيرمي مثلا الازبال حداه بدل انه ربما يربي ولده مثلا غير على تربيه الولد على البيئه، يقول له مثلا ولدي سير هذيك الحاويه راه قريبه سير ارمي تما. في نفس الوقت تغرس واحد الثقافه السلوك بهذيك الدري، وفي نفس الوقت فكنحتفظوا حنا قادين على الشاطئ للنظافه ديالو طبعا، ولكن كيبقى سلوك جد مهم، بالخصوص ان الرياضه مثلا الكره بالخصوص على ان هذا العام غادي نوضعوا واحد يعني تراجع الخط الساحلي واحد 30 متر، نوضعوا واحد الحاجز بالنسبه نخليه العموم ما يكون فيه لا كرسي لا ميد الله ولا 30 متر على الماء، لهذا تما فضاء للتنفس، فضاء للترفيه للاطفال والشباب وكذا، تما يلقاو الذا ديالهم بدل انهم يلقاو هذيك الكراسي والبيضلات مستفعه على الشاطئ مشكل. بالتالي كيعكس لنا واحد الصوره اللي هذا العام مع السلطه المحليه طبعا مع الشركاء غادي نحاولوا ننظموا هذا الشاطئ، غادي نجتهدوا لان ننظم راه السنوات الماضيه، ولكن سنويا كنجتهدوا للحفاظ على تلك الشاره الدوليه ولما لا الحصول على الجائزه الكبرى ان شاء الله. الشاطئ مرشح انه نديو هذيك الجائزه الكبرى اللي كتمنعها مؤسسه محكمه السلبيه. وشكرا استاذ على هذه الاطلاله، وعلى نتمنى نشوفكم مره اخرى، لان صراحه هذا الاعلام كيلعب واحد الدور مهم في ايصال الفكره وفي فك العزله وفي اتضاح الرؤيه وتوضيح مجموعه من الامور اللي ممكن ما يعرفهاش المواطن، خصوصا اللي ما عمروش شاف هذه الشاطئ. وشكرا، ونتمنى نتلاقاو ان شاء الله في الصيف ان شاء الله. شكرا سيدي. ان شاء الله اسيدي، تبارك الله.